براسك راهم متوقفين لأسباب جهة من الإدارة وجهة من ليزاكيرور من المكتتبين. ترك احنا كي نبيعوا لهم بيناتنا عقود وشروط وقوانين. بعد هذوك المكتتبين يبقاو يتهربوا لنا باش يجيو يمضيوا حتى العقود وما يحبوش. تفضل. نعم. وقعت هذه المشاكل. هذه اللي مطروحه البنكة. سنتطرق الى مشكل البنوك وعدد من المشاكل العقاريه. يعني جائحه كورونا سيد محمد ملقاني، انت رئيس مكتب المنظمه الوطنيه للمراقبه العقاريه في ولايه بسكره، في ظل جائحه كورونا هاته القت بظلالها على مختلف القطاعات بما فيه قطاع الترقيه العقاريه، كيف تعيشون أو كيف تسايرون جائحة كورونا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أبدأها. وتسألني عزائمنا إلى ما الجبن والخور، وقد ملأت محافلنا دعايات لها صور لتوهن من عزيمتنا وفيها يكمن الخطر. احنا يشتري نأمل احنا ابناء الجزائر نأمل أن نبني هذا الوطن بسواعدنا، بسواعد ابناء الجزائر الوطنيين الاحرار. لكن الاشكاليه الاداره هي العائق الوحيد التي كبلت المرقي العقاري لكي ينجز مهامه ويقوم بثوره اقتصاديه مساعده لهذا لبناء هذا الوطن. المشكله هي الاداره المحليه. اما جائحه كورونا فهذه استاذي على العامه، على العالم وليست على الجزائريين فقط. نعم، هذه المرحله تاثر المرقي العقاري وتاثر المقاول كذلك لاسباب والجميع يعرفها، هي اجحاف المواطن الشباب عن العمل. ونعلم والادارات كذلك لما نمشي المحافظه العقاريه او الاجراء اي اجراء نلقى مثل الاداره يعني مشلوله، والسبب هي جائحه كورونا. اوكي، الان تتحدث عن الاداره، دعونا الان نضع الاصبع كما يقال على الجرح. انت مسؤول التنظيم في المنظمه الوطنيه للمرقين العقاريين هذه، ما هي المشاكل الاداريه التي تواجهكم والتي تحول دون ان يعني تقوموا باعمالكم على الوجه الاكمل؟ ما هي المشاكل الاداريه؟ نريدها هنا يعني من الالف حتى الياء. الاداره يعني الاداره المحليه بصفه يعني عامه، البلدية أولا، رخصة البناء اللي تقدر تقعد حتى 3 سنين وربع سنين، أو دخلها تدخل حتى في الشرع، يعني كاين حتى اللي راهي في الشرع وما زالت ما فرعتش. الثانية مديرية التعمير وصنع الغاز، صنع الغاز دير لها طلب باش يجيبوا لك، يديروا لك والو اللي تيد برك نتاعك باش تخدم. نعم. يضرب لك في 3 سنين 4 سنين كذا من هنا، وهذه كلها تصب على المرقي العقاري، هو اللي ما يخدمش وهو اللي يتهاون وهو اللي كذاش. يعني العطله نتاع الاداره والشركات وكذاش يخلصها المرقي العقاري. نعم. لا يا اخي، علاه؟ القانون تاع رخصة البناء موجود لكن ما يطبقش. ال 1104 مع ال 4303 مخلطة، ما تعرفش روحك باه تخدم لا بهذه ولا بهذه، تخدم بهذه يخرجوا لك بهذيك، تخدم بهذيك يخرجوا لك بهذيك. حتى فيها كتبنا للمديريين قلنا لهم اعطيونا واش من صيغه تخدموا بها باش احنا كي نخدموا على 4. نعم.
لكن بدون يعني ما عندهاش فايدة. يعني أنتم منظمة يعني وطنية، نعم. كم يعني ما هو عدد كم هو عدد المرقين العقاريين الذين يندرجون تحت لوائكم بالتقريب؟ ما هيش يعني حاجة رسمية رسمية وبزاف، يعني ما هيش حاجة بزاف يعني الأخرى. هي كان المرقين العقاريين كانت حوالي 7000 وكذا، نعم. ومرقي، ودروك راهي طلعت بلاك في 20000 ولا مش عارف، نعم. لكن محسوب من هذه المشاكل هذه ومن الواحد، كل واحد متلهي بالمشكل اللي راهو فيه يعاني فيه وخلاص. امام هذه الاشكالات سيد محمد ملقاني، امام هذه الاشكالات الاداريه، انتم كمنظمه ما دوركم في تدليلها على الأقل، أو يعني ماذا فعلتم أمام هذه المشاكل؟ يا أخي أنا نتكلم على مستوى بسكرة فقط. نعم. على بسكرة، مستوى بسكرة لدينا عدة مشاكل مع المرقين والعقاريين، مع الإدارة دائما، المرقين مع الإدارة. مثلا لدينا مرقين عقاريين لم يتحصلوا على أعمال، لقد تقدموا ملفاتهم للحصول على أراضي، قطعة أراضي وعدوا من طرف الإدارة المحلية لكن لم تنفذ لحد الآن. نعم، بالرغم أنهم أحضروا كل الملفات وقدموها للمدير التعمير للجهات المعنية، وأصبحت كلها وعود وعود، ولمدة أسبوعين تقدم مجموعة من المرقين العقاريين بالطلب للوالي فلم يستقبلهم، وقاموا امام مقر الولايه بالاخر باجتماع خارج الولايه. نعم، خارج الولايه، استدعونا واستدعينا للصحافه لكن لا حياه لمن تنادي. نعم، للاسف نتمنى ان تجد يعني هذه المشاكل الحلول العاجله بما يعود بالنفع على المرقي العقاري من جهه وعلى وطننا تنميه وازدهارا. الحديث عن الترقية العقارية في الجزائر يرتبط كثيرا كثيرا بالبنوك والقروض البنكية، وعندما نتحدث عن البنوك هي بالأساس باعتراف الحكومة، باعتراف حتى رئيس الدولة، يعني هي لم توفق إلى حد ما في مسايرة التنمية التي تشهدها الجزائر. أنتم كمرقون عقاريون، ما هي مشاكلكم مع أي يعني حتى أكون منصفا، ما هي كيف هي علاقتكم بداية مع البنوك؟ شوف، احنا بالنسبة للبنوك احنا كما المرقي العقاريين كما الجهه تاع الاس بي والبيا، نعم. المرقي العقاري ما ي... ما 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 يعاملوش يعني ما يكرديوش يعني ولا ما يعطولوش كيف يسميوها القروض البنكيه. القروض البنكيه ما يعطوهالوش. لماذا؟ يقول لك هل يعني يعني قانونيا يعني المرقي العقاري هل يعامل يعني قانونيا، هل فيه تفضيلات يعني للمرقي العقاري على المواطنين العاديين قانونا؟ انا كما نشوف كما المواطن كما المرقي، يعني اي واحد عنده الحق في قرض ولا عنده حق في مشروع ولا عنده حق في بناء. لكن احنا المشكل مع البنكة، البنكة المرقين ما تعطيهمش، تعطي اللي يجي يشري عليك الدار المكتتب هذاك لاكيرور هذاك. اما انت كي تعمر الملف في مديرية السكن حتى يقول لك تلقى فيه شحال تشارك البنكة، نعم، تحطها انت هذاك واش تشارك البنكة واش يشارك لاكيرور واش يشارك المقاول. نعم، المقاول يشارك والمكتتب يشارك، البنكة تقول لك نو، ما عندكش حق وما عندكش قانون باش نعطيه لك. ولعل هذا سيد محمد ملقاني هذا
دفع الكثير من المرقين العقاريين. انا مثلا تشوف في مثلا في الصفحات المرقين العقاريين على الفيسبوك يقولون ملاحظة: لا يتم التعامل مع البنوك، لا يتم التعامل مع البنوك. لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يرشدنا بن بديس رائد النهضة الجزائرية، يقول: يا نشأ أنت رجاؤنا، وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوبة ولا تهب. يعني السلاح والعلم. الشاب الجزائري اليوم تحصل بالعلم وتحصل على شهادة مرقي عقاري، ولديه مجموعة من المهندسين خريجين ولديهم مشاريع. لما نتوجه إلى البنوك، البنوك تعزف، تغلق الأبواب أمام المرقي العقاري. أما المستثمر، احنا عشنا في الخارج وعرفنا كيف تعاملنا مع الشركات الأجنبية، ونعرف بأن البنك هو اللي يحمل المستثمر الجزائري المواطن، صاحب المشروع في بلده، يتساير البنك يتساير مع المستثمر. لكن هنا عندنا لا حياة لمن لدينا. مثلا نعطيك نموذج، أنا لدي مشروع سياحي، ولدي زميل ثاني له مشروع سياحي في عنابة، توصل تنفذ منه 60% من جيبه، من الميزانية نتاعو، ما عندوش باش يكمل، جاء للبنك غلق عليه الأبواب. أنا مثال في باتنا، في منطقة غوفي عالمية معروف سياحي، قدمت مشروع من 2017 لا حياة للمدينة، حتى الوالي باش يعطيني الموافقة ما عطانيش الموافقة. أطلبت عدة يعني البنوك الجزائرية لا تساير المستثمرين الجزائريين، والسبب مجهول. السيد ملقاني، دعني حتى نكون منصفين. نعم. عندما يتقدم المرقي العقاري بطلب يعني بطلب تمكينه من قرض بنكي، أكيد فيه ملفات، فيه أوراق، فيه يعني إجراءات قانونية لابد على المرقي العقاري هو أو مواطن آخر عليه اتباعها. أنتم كمرقون عقاريون عندما تقول بأن البنوك لا تمكنكم أو الإدارة تغلق أبوابها معكم، هل سلكتم هذا الطريق، الطريق القانوني الذي يفضي أخيرا إلى تمكينكم من حقوقكم بين قوسين؟ سيدي، نحن مثلا نأخذ المشروع تاع الدولة، ترقوي مدعم. ترقوي المدعم لما نوقع دفتر الشروط. دفتر الشروط، في دفتر الشروط يقول 20% دعم من البنوك. 20% لما نلجأ للبنك من اجل، لان هو الترقى المدعم مبني على ثلاثة: المستفيد، والسيانة صندوق سكن، والمرقي. لكن البنك لها نسبة 20%. لما نذهب بهذه المادة البنك يغلق الباب، ما يقول لا يوجد اتفاقية بيني وبينك يا راجل، تفضل العقد نتاعي، يقول لك ما كانش مغلوقة. روح أي مرقي، ما هوش المرقي ابن القني فقط، كل المرقين. لماذا؟ السؤال هذا يطرح لوزارة المال. لماذا؟ طرحنا المدير السكن لا يجيب. مدير السكن لا يجيبنا. بارك الله فيك. نمر مباشرة لأن الأولوية للحدث. نذكر السادة المشاهدين بحادث الخطير الذي أودى أو الذي أصيب على إثره 16 مواطنا في اصطدام سيارة وانحرافها بحي أولاد سيدي محمود، 16 جريحا أعيد في اصطدام سيارة وانحرافها نحو الواد بحي أولاد سيدي محمود. للحديث عن الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف بلال نعيجي، ممثل عن الحماية المدنية لولاية المسيلة. صباح الخير سيد بلال نعيجي. صباح الخير أخي. ضعنا في صورة الحادث وتدخل الحماية المدنية إلى الآن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمشاهدين قناة الشروق. إذا اليوم في حدود الساعة 7:46 سرقت مصالح الحماية المدنية عبر الرقم الأخضر 1021 نداء مفاده حادث مرور. لما تنقلنا إلى مكان وجدنا الحادث يتلذذ باصطدام بين سيارتين، إحداهما حافلة صغيرة لنقل المسافرين من نوع فيجو جينات. هذه الأخيرة التي أدت إلى بعض الاصطدام إلى انحراف داخل الواد بمنطقة
حي ولا سيدي محمود في بلدية المثيلة. للأسف هذا الحادث خلى 16 مصاب أعمارهم صراحة بين 6 سنوات و 65 سنة، تم إسعافهم من طرف مصالح حماية المدينة إلى مستشفى المثيلة، أتمنى لهم الشفاء العاجل إن شاء الله. ودائما يعني تبقى الحيطة والحذر وتطبيق قانون المرور الحل الأمثل لتفادي مثل هذه الحوادث. السيد بلال النعيجي، أنتم تدخلتم لإنقاذ هؤلاء الجرحى، ضعنا في صورة خطورة الجرحى من عدمها. يعني تقريبا ضحايا اللي انقذناهم لهم إصابات يعني متفاوتة خطورة من حالة صدمة وجروح إلى رضوض. الحادث يعني خطير وين زاد الخطورة تاعو. الوادي يحتوي على المياه، كان مسلوب مياه يعني حوالي متر ونصف إلى غاية مترين، وين كان الانحراف تاع الحافلة لنقل المسافرين هذا. أشكرك جزيل الشكر بلال عيجي، ممثل الحماية المدنية لولاية المثيلة، حدثتنا عن تدخلكم بخصوص الاصطدام بين سيارتين وانحراف إحداها إلى الوادي المحادي لحي أولاد سيدي محمود بولاية المثيلة. 16 جريحا، نتمنى لهم الشفاء العاجل، والحيطة والحذر مطلوبة لكل السائقين والسائقات بمختلف الطرق الوطنية الولائية والبلدية. عودة إلى الاستوديو، إلى موضوع الترقية العقارية في الجزائر. كنا تحدثنا سيد ملقاني عن مشكل البنوك ومشكل المرقين العقاريين مع البنوك. يعني في الآونة الأخيرة سيد بوجمعة غناي، أنت مسؤول تنظيم بالمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن الاستثمار، ضرورة الدفع بالاستثمار الداخلي. أنتم كمرقون عقاريون كيف تتلقون هذه بين قوسين التطمينات من رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو غيرها؟ احنا درك احنا في الانتظار لتعديل القوانين هذه تاع 104، ولربما يجيونا بها في قانون الاستثمار. ايه قانون الاستثمار، لانه احنا كل رحنا طالبين يعني الاستثمار باش نستثمروا سواء في السياحه سواء في هذيك سواء هذيك. لكن احنا عندنا كما قال لك الاخ، نعم، عندنا ملف قدام كما انا عندي على مستوى سكيدة. نعم، مديرية السياحة اعطتني لوكي. نعم، بقات الوالي درك في 6 سنين ولا 7 سنين ولا. نعم، ما كان والو. يقول لك مازال ما عندناش ما كاش حاجة رسمية، ما عندناش حاجة. نعم، اللي رسمية اللي باش نحلوا البيبان ولا نعطيو لك ولا نديروا لك، ما كان والو. احنا في الانتظار، يا مثلا اللي كان مثلا هم اللي جان اللي كيما انت يخدموها، إذا بقينا حيين وعطاونا حنخدموا اللي جان ثاني. يعني أتمنى أن تؤخذ صرخاتكم أو مطالبكم هاته بعين الاعتبار بما يعود بالنفع على المرقين العقاريين وعلى المواطن وعلى الوطن. أشكركما السيد بوجمعة غناي، مسؤول التنظيم بالمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، وكذا السيد محمد ملقاني رئيس مكتب المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين بولاية بسكرة، كنتما معنا بخصوص للحديث عن الترقية العقارية في الجزائر الواقعي والمأمول. مشاهدينا، لازلنا متواصلون معكم عبر برنامجكم الشروق مورنينج على المباشر موجز 9 مع الزميلة نادية قمادي. أهلا من جديد. زميلتي فاصل ونعود إليك من جديد. لا بأس أن نذكر بالحادث الذي تشاهدون كما تشاهدون في الصور، الحادث الذي أودى أو خلف 16 جريحا في اصطدام سيارة وانحرافها باتجاه الوادي بحي أولاد سيدي محمود ببلدية المثيلة. مصالح الحماية المدنية تدخلت لإنقاذ 16 جريح. عودة إليك
نادية وهو موجز التاسعة. نعم شكرا لك مبارك وأهلا بكم مشاهدينا إلى أو من غرفة التحكم إشرافية الأثناء كما تشاهدون، يشرف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على إحياء اليوم العالمي لمرضى السمنة بفندق السوفيتال بالعاصمة. بيان الوزارة كان قد تحدث أن الحدث المصادف لتاريخ اليوم 4 مارس من كل سنة خصص له عنوان السمنة عامل خطر لا يستهان به لا سيما مع انتشار كوفيد-19. تشاهدون في الأثناء في الصور إشراف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد اليوم مباشرة من فندق السوفيتال على إحياء اليوم العالمي لمرضى السمنة بفندق السوفيتال بالعاصمة الجزائرية الجزائر. بيان الوزارة تحدث على أن الحدث المصادف لتاريخ اليوم خصص له عنوان السمنة عامل خطر لا يستهان به لا سيما مع انتشار كوفيد-19. صور مباشرة تأتيكم مشاهدين من فندق السوفيتال بالعاصمة وإشراف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد على إحياء اليوم العالمي لمرض السمنة بفندق السوفيتال تحت شعار السمنة عامل خطر لا يستهان به لا سيما مع انتشار كوفيد-19. نادية قمادي وموجز التاسعة، عودة إليك هذه المرة مع الموجز. شكرا لك مبارك، أهلا بكم مشاهدينا.